مع استمرار الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، تبقى مشكلة البطالة أكبر التحديات التي تواجهها البلاد منذ سنوات طوال، والتي تفاقمت بشكل أوسع بعد تفشي جائحة كورونا في عموم المناطق. احنا صارنا تقريبا 13 سنة ولا احد اجى علينا، لا احد قال لنا، يعني نطالب احنا من رئاسة الوزراء ان يلتفتون يشوفون صورة حل، ويعني ما اعرف والله ايش نحكي ايش نقول، ما حد جاي يلتفت لنا، يعني نطالب من رئاسة الوزراء ان يشوف لنا صورة حل. مناشدة خاصة اطلقها شباب محافظة الانبار، دعوا فيها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الالتفات لمعاناتهم المتمثلة بارتفاع معدلات البطالة وضياع جهد وعناء الدراسة، ليجد الشاب نفسه أسير البحث عن ذلك الحق المشروع والمفقود. الشاب هم إله، يعني إله حقوق على بلده وله حقوق من عندكم، ومناشدة أبوية من سيادة رئيس الوزراء أن يشوف حل. وإحنا اليوم من محافظة الأنبار ندعو يعني الناشدة مناشدة تامة، هو الأب لنا والأخ الكبير والناشدة، ونطالبه أن يشوف صورة حل للي عندهم شهادة وشهادات عليا ومظلومين. خريجون وجدوا أنفسهم يبحثون عن عمل ليس له صلة باختصاصهم، وقد تشاهد الخريج بمهنة عامل بناء أو سائق لسيارة أجرة حتى يعيل نفسه وعائلته. بالنسبة لي يعني إذا أحكي لك على نفسي، خريج قانون وتخرجت وما ماكو فايدة، لا كنت تعيين ولا يعني قاعدين بالبيت نشتغل، اللي يشتغل عمالة، اللي يشتغل ببسطية، اللي يشتغل يعني آلاف الخريجين يتخرجون يروحون يدورون شغل. بلد غني بالثروات يدخل قائمة أكثر الدول فقرا في العالم، ويعاني شعبه من بطالة مزمنة لأسباب عدة قد تتعلق بالمحاصصة والمحسوبية، أو تعود بعضها إلى الأزمة المالية، والفساد هو ما يعيشه المواطن العراقي الذي ينتظر حلا جذريا لأزماته.